أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر الأطراف كوب 27، والذي يمثل مرحلة هامة للانتقال إلى مستوى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بالدول. خلال لقائها نظيرتها الإماراتية على هامش الاجتماعات الوزارية المنعقدة بالدنمارك حول التغيرات المناخية، أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية استكمال استراتيجية التمويل للتغير المناخي للدول العربية، بحيث تركز على الاحتياجات الفعلية للدول العربية. وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.